محاولات فك اللغة المصرية القديمة بدأت من القرن الثامن الميلادي واستمرت حتى القرن الـ18، وقام بها مجموعة كبيرة من العلماء، سواء العلماء العرب زي محمد بن أصيبعة، محمد بن وحشية، جلال الدين السيوطي، ولم يتوصلوا لشيء. كان في معلومات عامة، وكان في بعض المستشرقين اللي كانوا أو الرحالة اللي احنا بنقول في الوقت ده في العصور الوسطى وما قبلها، كانوا بيلفوا العالم وبيكتبوا بعض الكتابات عن الحضارات التي ما زالت موجودة. توصل فيها توماس يانغ العالم البريطاني الكبير إلى قراءة الأسماء الملكية الموجودة داخل الخرطوش قبل شامبليون. كانت النسخ المقلدة للحجر اللي وصلت العاصمة باريس هي كل ما استطاع علماء الحملة أن يحصلوا عليه، وده طبعاً كان نتيجة لأن البحرية الإنجليزية دمرت سفن الأسطول الفرنسي بالكامل في معركة أبو إير البحرية عام 1798. اشترطت بعدها التسوية النهائية اللي عقدت عام 1801 أن يكون شرط مغادرة الفرنسيين بأمان على السفن الإنجليزية طبعاً هو ترك كل ما تحصلوا عليه من كافة الكنوز الأثرية، وكان على رأسها حجر غامض أطلقوا عليه اسم روزيتا ستون أو حجر رشيد. حدث خطأ بعد كده من القائد الثالث من قوات الحملة الفرنسية اللي هو مينو. لو كان ترك الحجر في المجمع العلمي هنا، لأن كان في الاتفاقية بتاعت جلاء الفرنسيين عن مصر، اتفاقية العريش، كانت تنص على عدم مصادرة أملاك الفرنسيين اللي معاهم في حوزتهم، وكانت اللي في المجمع العلمي الفرنسي كان يعتبر في حوزة الحملة الفرنسية، كانوا خدوه معاهم. وكان زمان الحجر ده دلوقتي في متحف اللوفر في باريس، مش في المتحف البريطاني. كان عناد قائد الأسطول الإنجليزي وأن هو حط هذا البند في المعاهدة أنكم لم تخرجوا سالمين ما لم تسلموا جميع الآثار التي جمعتوها بما فيها حجر رشيد. لما خدوا جاك مينو وطلع بيه على الإسكندرية، خلاص أصبح مش في أملاك الفرنسيين، وبالتالي صادره الإنجليز وأخذوه على ظهر باخرة بقيادة مينشن الضابط الإنجليزي في فبراير 1802، ووصل إلى إنجلترا. وقام الإنجليز بعمل 4 نسخ في البداية وزعوها على الجامعات ومراكز العلم الإنجليزية. ومنذ خروج الحملة الفرنسية من مصر عام 1801 ظلت نسخ حجر رشيد في العاصمة باريس لا تجد من يفك طلاسمها، وأرسل الإنجليز وقت ذاك نسخاً من هذا الحجر إلى بعض العواصم الأوروبية لدراسته دون أن يتمكن أو ينجح أحد من ترجمة حروفه، حتى ظهر شاب فرنسي بدأ رحلته عام 1817 في دراسة الحجر. كان الشاب جان فرانسوا شامبليون يتحدث فقط اللغة اليونانية القديمة، واستطاع عبر تعلمه للغة الديموطيقية أو القبطية من أحد الكهنة المصريين اللي بيدعى يوحنا الشفتشي أن يكون ملماً باللغتين المكتوبتين على هذا الحجر. التقى شامبليون بالمصادفة البحتة بأحد الرهبان المصريين، وكان اسمه الأب يوحنا شفتشي. ويوحنا شفتشي راهب مصري كان بيعيش في باريس، وهو من أقنع شامبليون بضرورة دراسة اللغة القبطية، لأن اللغة القبطية واللغة المصرية القديمة ما بينهم رابط قوي. قارن شامبليون وقتها بين الكتابات الثلاثة، وعلم أن من كتب اسمه بالخرطوش هو الملك بطليموس الخامس، وهو أول اسم اكتشف في النص الهيروغليفي لهذا الحجر. وعند مقارنته لنطق بطليموس الخامس بالكتابتين، استطاع شامبليون أن يجد نطقاً مفيداً للغة الهيروغليفية لاسم الملك، واللي كانت مفتاحه الأول لنطق لغة الأجداد المصريين الغامضة. وفي يوم 14 سبتمبر 1822 قضى عدة أيام وهو عاكف على قراءة نص حجر رشيد، واكتشف إن العلامات الصوتية قيمتها ثابتة. إذا أردت أن تعرف القيمة الصوتية لعلامة هيروغليفية فلتأخذ قيمتها الصوتية من اسمها بالإبطي، بمعنى إن أنا لما يبقى مثلاً عندي طائر زي البومة في اللغة المصرية القديمة مش عارف القيمة بتاعته إيه، أشوف البومة بالإبطي حلاقيها ماجي، هأخذ القيمة الصوتية الأولى اللي هي حرف الميم، يبقى البومة تقابل الميم. فانطلق بسرعة شديدة إلى أخوه مدير المكتبة وصرخ فيه وجدتها، وسقط مغشياً عليه 3 أيام. ولما أفقوه
قال لهم أنا اكتشفت سر اللغة المصرية القديمة إن القيم الصوتية لا تتغير بتغير النص. في 27 من سبتمبر لعام 1822 ألقى شامبليون خطبته أمام المجمع العلمي الفرنسي بالعاصمة باريس. كشف شامبليون عن توصله لقراءة النصوص القديمة المكتوبة على الحفائر المصرية، وكان ده سبق علمي كبير جداً للفرنسيين. استطاع بيه شامبليون أن يجول في العواصم الأوروبية متحدثاً عن عظمة هذا الكشف، وأن يصل بعدها للقاهرة من أجل مقابلة محمد علي باشا. شامبليون قعد في مصر في هذه الفترة بعد ما جه 17 شهر بالضبط، عمل فيها جولات كبيرة جداً في المعابد المصرية القديمة مع مجموعة العلماء الذين كانوا حاضرين معاه، واستطاع في هذه الجولة يقدم إنجازات كبيرة جدا، لأنه بسرعة طبعا أرى كم كبير جدا من النصوص الموجودة على المعابد، وابتدى يكتب عنها تقارير، وابتدى يعني يعمل أبحاث كثيرة جدا هي اللي ساهمت برضه في تسليط الضوء بشكل كبير. شامبليون اللي ولد عام 1790 ظهر شغفه مبكراً بإتقان عدد كبير من اللغات الحية، واللي درسها في مكتبة والده بائع الكتب. امتد بعدها نشاطه لدراسة عدد من اللغات الميتة، ثم بدأ محاولاته الجادة لإحياء أقدم لغة مكتوبة ومنطوقة على وجه الأرض، وهو في سن 27 عام 1817. أعلن شامبليون عن كشف طلاسم اللغة المصرية القديمة وهو في سن 32 عام 1822، إلا أنه كعادة كل العباقرة المغادرة في سن مبكرة. رحل شامبليون عام 1832 وهو في عمر 42 فقط، وبعد 10 سنوات من وضع اللبنات الأولى لعلم المصريات. وقت ما الحملة الفرنسية اكتشفت حجر رشيد، وكان فرانسوا شامبليون عنده 9 سنين بالضبط، لأنه تم اكتشافه في 15 يوليو 1799، وفرانسوا شامبليون من مواليد قرية فيجاك في فرنسا 1790. فالحقيقة زي ما يكون القدر مستني لحد ما شامبليون يكبر ويترعرع ويبقى ليه اسم في هذه الدراسات. استفادت البعثات الفرنسية بعدها في استغلال حقوق اكتشاف الحفريات في المقابر، إلا أن التنافس ما زال قائماً مع خصمهم الذي أتى لمصر في صورة الاحتلال الإنجليزي، وأقدم بعدها على أهم كشف ملكي كامل في تاريخ البشرية عبر المستكشف الإنجليزي هوارد كارتر في اكتشافه لمقبرة توت عنخ آمون.